نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بحضور احتفال شركة السيارات الأوروبية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، والذي أقيم اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض. وبهذه المناسبة صرح سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بأن ما نشهده اليوم من تميز وحرص من الشركات البحرينية على تقديم أفضل الخدمات في مجال السيارات يأتي ليعكس الدور الرائد للقطاع الخاص في مملكة البحرين، إذ عرف عن القطاع الخاص إطلاقه للعديد من المبادرات النوعية وحرصه على التطور المستمر ما أسهم في فتح آفاق رحبة لاستقطاب مختلف المشاريع والصناعات التي كان لها الدور في تمكين العديد من القطاعات وإتاحة الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، باعتبار القطاع الخاص محركا للنمو ورافدا هاما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا سموه إلى ما تحرص على تقديمه شركة السيارات الأوروبية من تجربة مميزة للعملاء تطورت على مدار السنوات. من جهته أعرب السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة شركة السيارات الأوروبية في كلمة ألقاها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رعايته الكريمة للحفل، ولسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على حضوره الذي أضفى للاحتفال وعكس المكانة التي يحظى بها القطاع الخاص في مملكة البحرين على مختلف الأصعدة. كما سلط الزياني الضوء في كلمته على أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة والتزامها برضا العملاء، مؤكدا الحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة ضمن أفضل المعايير في التعامل، مشيرا إلى أن كل تقدم تحرزه الشركة على مختلف الأصعدة ناتج عن تفاني الفريق الذي لا يألو جهدا لتحسين تجارب العملاء وضمان رضاهم وتخطي توقعاتهم، مؤكدا مواصلة تقديم الدعم لنجاح الموظفين في الشركة وترسيخ ثقافة عمل تغذي الولاء والتفاني. وخلال الحفل أقيم عرض متعدد الوسائط لعرض تاريخ شركة السيارات الأوروبية، كما تم الكشف عن الهوية الجديدة للعلامة التجارية لشركة السيارات الأوروبية، إلى جانب إقامة مزاد خيري على قطعة فريدة سيعود ريعه إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.